نروح نشوف لقاء مهم جدا مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي، وبنبارك له على الهواء مباشره. خلينا نطلع نشوف هذا اللقاء ونرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، اولى بطولات الموسم كاس السوبر المصري والكره الطائره. معانا بقى صاحب يعني الانجاز واللي ماسك المنظومه كلها، كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. كابتن خالد الف مبروك، اول بطوله في الموسم، اعتقد فريق الطايره بالذات مستنيين منه كتير جدا، خاصه ان احنا كمان داخلين على بطوله عربيه. الحمد لله نحمد ربنا على اول بطوله للرجال، الحمد لله احنا كسبنا سوبر برضو سيدات، ودي اول بطوله للرجال في الموسم ده، بنحمد ربنا عليها. تعبهم هم اصحاب الانجاز، هم اللي تعبوا في ارض الملعب، هم اللي عرقوا في التدريبات، هم وكابتن ميدو مصلحي طبعا بشكرهم جدا جدا. كلنا شايفه بدل الروح اللي بيلعبوا بيها، مدى الحماس واللي بيلعبوا بيه اللعيبه، عشان كده بتادي الى نجاح البطولات. هم الاول السنه الحمد لله ماشيين بانتظام فريق الطاير عندنا، كل لعيبه عارفه ان داخل على منافسات قويه جدا، ودي اول بطوله وعندنا بطوله عربيه ولسه دوري ولسه كاس. اتمنى ان شاء الله باذن الله زي ما هم وعدونا من اول الموسم، احنا بنشتغل على ان احنا نكسب كل بطولات السيزون باذن الله السنه في الكره الطايره، وباذن الله ربنا يقدرنا نوصل للتارجت ده باذن الله. كابتن خالد، يمكن على طول ما فيش اقل من اسبوع بطوله الطايره للبطوله العربيه للكره الطايره كمان هتبتدي، النادي الاهلي هو صاحب التنظيم كمان في النسخه دي، واحنا ابطال البطوله اكتر يعني تقريبا 8 مرات قبل كده احنا ابطال البطوله، يعني شايف الاعداد ازاي البطوله والفريق والدعم كمان اللي بتقدموه كاداره نشاط رياضي؟ احنا اكيد قدمنا الدعم من اول السيزون، لان البطوله زي ما انت بتقول البطوله بعد اسبوع ست سبع ايام وداخلين بطوله جديده، هو ده طبيعه النادي الاهلي، هو دي لعيبه النادي الاهلي، هو ده قدر لعيبه النادي الاهلي، ان هي دايما بتخرج من بطوله لبطوله لبطوله ودايما بتنافس على كل البطولات. اتمنى البطوله العربيه بطوله قويه جدا، اتمنى اللعيبه يعني تزيد من حماسها بروحها. جماهير منتظره اكيد المكسب وكلها منتظرين المكسب، مقدمين اللي هم طلبوه الجهاز، كابتن ميدو مصلحي طلب حاجات من اول سيزون اكيد بكل حاجه بنحاول نلبيها له مع مجلس الاداره. الحمد لله المنظومه كلها كامله متكامله طول عمر منظومه النادي الاهلي، ليها مجلس اداره محترم، ليها اداره نشاط رياضي محترمه، ليها اجهزه محترمه، كلهم بيتعاملوا مع بعض، بيطلع الاحداث اللي احنا بنشوفها قدام الناس، المكاسب الجميله اللي احنا بنشوفها، وده اهم حاجه عندنا. بسم الله ما شاء الله، كل الالعاب تقريبا سله طايره يد الحمد لله ماشيه بشكل اكثر من رائع، وكمان الالعاب الفرديه. جمهور النادي الاهلي حضرتك عارف طبعا انت كنت احد نجوم الفريق النادي الاهلي قبل ما تبقى مدير نشاط رياضي، ما بيشبعش من البطولات، توعدهم بايه وتقول لهم ايه خاصه كمان البطوله العربيه ان شاء الله يكون الجمهور حاضر فيها؟ مش هقدر اوعد بحاجه، لكن بوعد ان احنا النتائج بتتكلم عن نفسها، والناس شايفه المجهود اللي الناس كلها بتعمله، منظومه كامله متكامله ما فيهاش واحد في المنظومه، كلنا تروس في منظومه واحده بنلف مع بعض عشان نطلع المشهد ده للجماهير. اتمنى من كل لعيبتي تستوعب الملف كويس جدا وتستوعب البطولات كويس جدا، وتستوعب ان كل بطوله بندخلها النادي الاهلي بتعمل اسعاد ل 80 90 مليون مصري او كل الناس اللي بتسبورت النادي الاهلي في مصر والعالم. نتمنى دايما ان احنا نزيد بالبطولات، لسه داخلين على بطولات قريب جدا زي الهاندبول والباسكت، وكل الناس انا بقول لك فرقي ان شاء الله السنه دي هيسعدوا جماهير النادي الاهلي ويعملوا موسم باذن الله، موسم مش هيتكرر كتير لكن ان شاء الله نكرره في المشاهد اللي جايه باذن الله في السنين اللي جايه قريب باذن الله. كابتن خالد بتمنى لكم دوام التوفيق وان شاء الله تسعدوا كل جماهير النادي في كل مكان. شكرا جدا، ميرسي. ده كان لقاءنا مع كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي للنادي الاهلي بعد انتهاء مباراه الاهلي والزمالك وفوز النادي الاهلي ببطوله السوبر المصري للكره الطائره. يا رب دايما النادي الاهلي في بطولات وانتصارات ويبقى دايما النادي الاهلي في المقدمه.